سما خالد بتقول صباحك ورد وفل وياسمين يا سالي، سؤالي عن رجيم تمر مع لبن، شنو تنصحيني عليه؟ شكرا لك، ربي يوفقك يا رب. تمام، التمر باللبن طبعا ده رجيم من الرجيمات القديمة قوي ومحبوبة، ما بنصحكيش اكتر من 3 ايام، 3 ايام فقط مش اكتر، عشان برضو الجسم محتاج بروتينات، فالرجيم النوع الواحد ده ما بيبقاش كويس على الجسم فترة طويلة.